السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في ظل الأحداث اللي احنا عايشين فيها الفترة دي ومتابعتنا الليل ونهار لكل اللي بيحصل، ربنا يرحم شهدائنا يا رب، وربنا يتولاهم ويعينهم. بندعي لهم في كل لحظة، وبنحس قد ايه ان احنا يعني اي ابتلاء كنا بالنسبه لنا بنمر بيه بنحس قد ايه هو اصبح تافه او بسيط جنب الابتلاء اللي هم بيعانوا منه. بس مهم جدا ان احنا برضو نؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى مش ظالمهم. هو انا بعتبرهم الشعب المختار، ان ربنا بيختار وبيصطفي الصالحين ليرتقوا لمنازل الشهداء، فده فضل من الله عظيم. ولو احنا قدوا ربنا هيكلفنا بيه، لو احنا مش قدوا يعني. فمهم جدا انك تدعي لاخواتنا في غزة، ومهم جدا ان انت يعني مجرد ألمك النفسي عليهم ده ان شاء الله توجر عليه، وانك تعمل اللي تملكه، انك تنصح، انك توجه، انك تدعي. الدعاء ده اقل شيء دعاء وليس بقليل. يعني ان قلنا ان الدعاء ده اقل شيء فهو ليس بقليل. احنا مؤمنين تماما ان الدعاء مخ العبادة، او الدعاء هو العبادة في بعض الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مهم قوي ان انت برضو تركز مع نفسك، لان انت في النهايه هتقابل ربنا لوحدك. يعني ما تجيش تلاقي البعض يعني منفعل جدا ومتفاعل مع الاحداث لدرجه ان هو مهمل لاحداث غزه ومهمل لاحداث بيته، انا اسفه، وابتدى يسيب بيته ويسيب عياله ويركز مع الاحداث ويقعد يعيط جنب الفيديوهات. بكاءك مش هيعمل اي حاجه، وانهيارك مش هيعمل اي حاجه، غير انك هتدمر بيتك وحياتك. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمهم انك تشوف شغلك وتشوف حياتك وتشتغل، وتعرف ان انت ان اجلا او عاجلا هتقابل ربنا لوحدك، وهتسأل عن ابتلاءك وعن حياتك انت عملت فيها ايه. هل انت كنت قد هذا الابتلاء ولا لا، او هل انت نجحت فيه ولا ما نجحتش فيه. مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى يسألك عن ابتلاء يعني لم يعرض عليك. إن كنت تملك شيء تقدر تعمله غزة وما عملتش هنا، أنت هتسأل عن الجزئية دي. فأنا بتكلم في الجزئية دي ليه؟ لأنه الحالة النفسية طبعا كلنا يعني نفسيتنا سيئة جدا من الأحداث اللي احنا بنشوفها، ولكن مهم أنك أنت ما تبقاش قاعد بتتفرج وبتتدمر وأنت لم يصيبك شيء. يبقى ساعتها يعني هم أكيد الفلسطينيين نفسهم مش هيكونوا فرحانين لما أنت تتدمر، استحالة. يعني هم مش عايزينك تدمر، هو عايزينك تكون إيجابي. في إيديك حاجة تعملها اعملها، ما فيش في إيديك حاجة تعملها يبقى الدعاء وتشوف حياتك وشغلك وتتابع بيتك وولادك. وربنا يا رب يرحمنا برحمته ويعيننا على اللي احنا فيه، ويعينهم يا رب ويفرج عنهم وينصرهم ويحفظهم اللي عايشين، ويشفي مرضاهم يا رب، ويرفع شهدائهم في أعلى منازل مع الشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيق. السلام عليكم.